غزالاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفلوج جديد. دابا انا خارجه صراحه اليوم، مازال ما وجدت حتى شي حاجه. اليوم عندي الاغلبيه ديال الماكلات واجدين، الماكلات دايخه. اجي حبيبه اون ترافيرس بيان. فغادي ندي بنتي تلعب شويه في البارك، من بعد غادي نمشي نجري وعاد غادي ندخل للدار، حيت غادي ندير غير شي حاجه خفيفه. غادي ندير دي شوسون، ما كنعرفش نقولهم شوسون. غادي ندير دي شوسون في بالفرماج في الفران بلا بات فيتي، ساهلين ماهلين. غادي نشاركهم معكم، وغادي ندير بيتزا على شكل كورون حتى هي غادي نشاركها معكم. دونك هادشي ساهل دغيا دغيا كيوجد، مع اون سالاد حريره راهي عندي صوتها البارح وصافي الكبدات. المهم غادي نمشيو، بنتي مسكينه مقبيله من الصباح وهي كتقول لي بغيت نمشي للبارك، بغيت نمشي للبارك. فغادي نديها دابا شويه تلعب شويه في البارك، ندير لها خاطرها. من بعد غادي نمشي للبلاصه فين صورت معكم الفيديو ديال اللي فات، في هذيك البلاصه بتوت فاسون، تما فين كنمشي نجري ندير سبور نجلس نتشمش كلشي، نتكونسونطرا مع دماغي في هذيك البلاصه. جو بي اليو بارك ا كوتي دو لا ميزون. D'accord, ça y est, on va y aller, mon cœur. Oui, ils vont faire les travaux, Biba. Oui. Après, il est interdit de rentrer là. Oui, c'est interdit de rentrer ici, Biba. Oui. Monsieur, interdit. Oui, interdit. Interdit, ça va. واخا حبيبه ديالي، يلا وي يلا وزيدي صاحبتي دغيا منين ما عجبك. اوكي يلا سير. 2 3 جو. امان عليك الحبيبه الحبيبه، يا الحبيبه ديالي. يلا تبي فيها لابانسور؟ دو تخوا سانك سيس سات. غزالاتي مهم، انا ساليت مع بنتي. وي اون فا فير دو سبور حبيبه. ديت بنتي للبارك كيف ما شفتو، لعبات واحد شويه وليت رجعت للدار، حطيت لا تروتينات ديالها، هزيت الساك فيه لا كوردا سوتي وهاديك الشيء اللي غنحتاج، و خديت الكره لبنتي باش هكا تلعب الكره واحد شويه. المهم دابا انا راه غادا كما كتشوفوا، ديك البليسه المعلومه كتحمقني هاد البلاصه فريمون، كتعجبني بزاف بزاف. واحد الشميشه ضاربه عرفتو، منقولش ليكم واحد الجو غزال غزال غزال. ما غاديش نمشي للبلاصه ديال داك النهار، غادي نمشي ديريكتومون للتيران، فيه غادي نجري. غادي ندير واحد 11 دولار 11 دوره على التيران بالجري. خساره ما عنديش كندير نصور لكم، يعني ما عنديش تريبيي ثابت، خليته في الدار، والتريبيي اللي عندي في الدار عندي كبير. ان شاء الله شي نهار غادي نقولوا ليا، قولوا ليا في لي كومونتير واش تبغيو ندير لكم واحد الحصه ديال لي زيكزيرسيس اللي كيصلحوا للصدر، الكرش، لي فيس، لي كويس، لانتيريور دي كويس، لو با دو دو، لي زيبول. قولوا ليا الا بغيتو، الا بغيتو الا بغيتو شي فيديو خاص غير بالسبور قولوها ليا، غادي نخصص فيديو او جوج فيديوهات خاص بالسبور والحركات، كيفاش تقدري تخلصي من الكرش، من الشحمه ديال الكرش، ولا غريس اللي كتكون مجموعه في لي كويس. المهم قولوا ليا هادشي، و الا بغيتو وطلبتوه مني غادي نديرو بكل فرح وعلى الراس والعين. المهم دابا غادي نمشي، غادي نجري واحد شويه هو الاول. المهم 11 الدوره ديال، حيت راني حاسباها من سي بعد مرات ما كيكونش معايا التليفون. اتو مون بيبي دامور، يا اون فواتور كي باس فيان بار لا، اون فا ليسي لا فواتور باسي. هذا جوني فيغ، واه جوني فيغ
11 دورة ديال التران ديال التران. ويلي ويلي صافي خاصني ناكل خاصني نشرب قهوة صافي. 11 دورة ديال التيران حيت التيران كبير بزاف. جاية ساوية 30 دقيقة 30 على حسب لو ريتم ديال الجرى كيفاش جريت بالزربة أو جريت بشوية. المهم ما بين 27 دقيقة 30 دقيقة هادشي كافيني فغيمون. إلا كل نهار كتجريو ديرو غير 30 دقيقة 25 دقيقة ولكن الجرى ديال بصح ماشي تروتيني ماشي لا مارش لا مارش الجرا ولا لا مارش رابيد لا الجرا فريمون الجرا. ولدي يمكن راه هنايا حتى هو قال لي غادي يمشي باش يتريني حيت هو خرج قبيله قبل ما نخرج انا وشيرين. خرج قال لي غادي يمشي يشوف صاحبو لتحت من بعد غيمشي يتريني جوبونس غادي يلقاه هنايا. المهم الكبيدات ها نتوما معايا الا لقيت كيفاش ندير نصور شي شويه راه غادي نصور راه غادي نصور. شفت هذاك الدري موري حسبني ولدي ما كيشبه لولدي الطوله ديال ولدي. هذا قلت لكم الا لقيت كيفاش ندير نصور غادي نصور نصور لكم حركات وهذيك الشيء. المهم الا طلبتوها مني غادي نديرو والله حتى نديرو تندير فيديو خاص غير بالرياضه بالحركات اللي كندير. يلا مكبيده دامو غادي نخليكم ونتلاقاو في بلاتي. باي باي قول لهم باي باي يا حبيبه مامي. باي باي قول لهم ديروا ابوني 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 هيا اوتو انا اجي نطلع بيا طلعي 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 يلا تي اتا علي اوبا تي اتوا علي يفعى مع العصا التليفون حيت هنايا مع كيديروا لي طرافو كانت شحال هادي دخله من هنا دابا مع دارو لي طرافو ما بقاش الدخله ولينا كنطلعوا غير من هنايا حيت كاين لي طرافو كيصلحوا هاد التيران هذا. المهم نشوف ولدي واش كاين. لا ما باليش ما كاينش اذا مازال ما جاش اذا مازال ما جاش. البنات البنات صايي انا ساليت مي 30 مينوت دو كورس غنموت بالصهد جاني الصهد. المهم البنات قلت لكم سالي 30 دقيقه ديال الجرى دابا غادي ندير شويه ديال ليزيكزارسيس غادي ندير لي زابدو وغادي ندير الكيناج ولا لا كورد ا سوتي. كبيدات صافي انا سيد شكون وليت حمراء جاتني السخفة جاني العطش مامو بيبي دامو دانا مامي ناري مونتي ناري يلا حبيبة ديالي صومو بيبي. المهم كبيدات صافي انا خرجت سلكو بغوفو حنا عندنا مع السبعة. المهم مازال هاد 4 دقايق قبل 7 بيم نكون دخلت للدار. ماشي حبيبة نهبطك عاطا بلاتي نحبس التصوير نهبط بنتي. فوالا هبطت بنتي من تما شوف كي وليت طلعت عليا كانوا خاصيني و ولا بات فيتي. المهم هنايا عندي خلاص كيعجبوني انا هاد الخصات هكا لي سالاد فيغ لي كيكونو مجموعين وهذه لي زيبينا حتى هي كنديرها شلاضه. خلاص هذا العصير لبنتي. شنو واحد اخر كاين الشامبينيون كاين هنا الحليب بومه الحليب بومه
الحليب. بوركوا وي حبيبه بوركوا؟ وخلاص هنايا لا بات فيتي اللي بها غادي نصوب هاد جوج اكلات اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله في الفطور. خلاص هذا لو سكر انا كناخذ دائما هذا صراحه ما كنشربوش دائما غير في اتاي ديالنا المغربي ما كنديرش سكر كندير غير هذا. و خلاص هذا الفرماج حتى هو غادي نحتاجو اليوم انا غادي نوريكم شنو غادي ندير به. خلاص كنت خباغه كيغي ولكن في ليدل ما عندهمش كيغي عندهم هذا الفرماج هذا حتى هو غادي نحتاجه. لي كاري ما عندهمش في ليدل كيغي عندهم غير هذا فخديت هذا حتى هو زوين صراحه هذا كناخذو خنيشات ديال الفاني. يمكن ندير ان ديسير اليوم ما نعرف شفتي في حاجه حلوه. هادي حتى هي غادي نصوب بها واحد الحليوه ما عرفتش واش راجلي غيصوبها ولا غادي يقول لي الطريقه انا نصوبها حيت هو اللي كيعرف يصوب انا ما كنعرفش. هذا المشماش اللي هكا في العليبات اللي باش غادي نصوب به باش هو غادي يصوب به الكاطو. خلاص الكيتشاب موتزاريلا وزبيده المهم غادي نرتب هادشي هذا البلاستو وعاد غادي نتلاقاو باش غادي نبداو نوجدوا شنو غادي نديروا اليوم الفطور. البنات غادي ندوز دابا نصوب هذوك لي شوسون بهذا بالفرماج. هنايا غادي نحتاج واحد البيضه اللي غادي نهرسها هنايا غادي ندير عليها واحد نقيطه ديال الحليب فوالا غير نقيطه بحال هكدا وغادي نقربها مزيان 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 مزيان. هنايا عندي لاباط فيتي اللي غادي نطلقها هنايا فوق الطبله فوالا كنزرب حيتاش مبقاش عندي الوقت بزاف. المهم هادي راه هي شويه ديكونجلات انا كتعجبنيش كتكون هاديه كتكون قاصحه شاده راسها. المهم مع جات من الطريق فما قاصحاش بحال مني كتكون يلا خرجتيها من الثلاجه. دابا اش غادي ندير فوالا غادي نشد نحيد لكم هذا من هنا باش يبان. غادي نشد هذا الصفر البيض مع الحليب وغادي ندهنها كامله 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 بحال هكذا. غادي ناخذ الموس غادي نقسمها في النص هكذا وغادي نولي نقسمها عاوتاني هكذا وغادي نقسم كل مثلات نقسمو في النص بحال ما هكذا فوالا وهكذا فوالا وهكذا. غادي ناخذ الفرماج وغادي نقطعو بحال هكذا شحال عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 قطعت 8 ديال الطريفات هكذا شحال 1 3 4 5 6 7 8 فوالا. دابا غادي ناخذ هذا كيري وغادي نبقى نحل بحال هكذا غادي ناخذ النص غادي نديرو على الفرماج بحال هكا واخا tu veux préparer la salade avec moi حبيبه واخا attends je finis ça et نعيط لك comme ça tu prépares la salade avec maman d'accord voilà ندير عليها كيري وغادي نجيبها بحال هكذا ما عرفتش كيفاش ليكم مزيان فوالا هكذا ندور هنا باش يبان لكم بحال هكذا. غادي نجيب جنيبات باش ما تحلش لينا بيان سور غادي ندير لها هكذا وهكذا وغادي نجيب هادي وغادي نلويها عليها بحال ما هكذا شفتوا البنات هكذا وغادي نحطها في لاطا اللي غندخلها للفران. غادي نكمل على هاد الطريقه كل نص كيريه غادي نديرها فوق طرف ديال الفرماج بحال ما هكذا كيجيو غزالين 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 البنات جربوهم وساهلين فريمون ساهلين ديروهم حتى لاخر لحظه ديال الفطور عاد تقدروا ديروهم غير تسخنوا الفران باش تجيكم القضيه سهله كيف تدخلوهم دغيا دغيا يطيبوا.
فوالا بحال هكذا، وكنزيرو كوميم باش ما يتحلوش لينا ملي يكونوا كيطيبوا. فوالا بحال هكذا، وغادي نحطها عاوتاني في لاطه اللي كتدخل الفران، وغادي نكمل على هذه الطريقه حتى نكمل كل شيء. فوالا البنات، من بعد ما لويتهم كلهم حطيتهم هنايا في هذا الطبيصل اللي غادي يدخل الفران، نفرش ببابي سولفوريزي. غادي ناخذ هذا البيض وهذا الحليب وغادي ندهنهم من الفوق بحال هكذا، مزيان مزيان مزيان. البنات، من بعد ما دهنتهم بالبيض والحليب، هنايا عندي جوج لان الكحل وجوج لان الابيض، غادي نزوقهم هكا. واخا حبيبه، خاطر نكتف وعطي ما كنتا تشيب. واخا عطي ما عطيني ما عطيني ولا البنات. غادي ندخلهم للفران يطيبوا من الفوق من تحت، يتحمروا من الفوق من تحت، ونرجع عندكم. غادي ناخذ عاوتاني لاباط فيتي البنات، باش غادي نصوب حاجه اخرى. غادي نحطها هنا وغادي نفكها. ولا البنات، غنحطها هنايا او نقدر نحطها هكا. فوالا البنات، درت لاباط فيتي في هاد الطبسيل هذا، خديت هادي هاد الطاسه هادي وحطيتها هكا من الفوق غير باش تبان ليا الدواره بحال هكذا. غادي نبرك واحد شويه، نحاول نقادها في الوسط، نبرك واحد شويه. فوالا بحال هكذا. هانتوما البنات، من بعد ما قسمت داك الدواره غادي نقسمها في النص كيف ما كتشوفوا بالموس، وغادي نولي عاوتاني نقسمها في النص الاخر، وغادي نقسم كل مثلث، غادي نقسمه في النص باش غادي يخرج لي كل مثلث، غادي يخرج لي منه جوج مثلثات. وهنايا البنات، خديت هاد لاصوص طوماط، هادي بحال بيستو اللي كيكون بالبازيليك، هادي بيستو طوماط اوليف، فريمون زوينه هادي، كتعجبني في لي بات والبيتزا. وفيها الزيتون مقطع، زيتون خضر مقطع، وكتجي عاقده هاد لاصوص. خديتها ودهنتها على الجناب البرانيين ديال هاد لاباط هادي كيف ما كتشوفوا، حتى دهنت الجناب كاملين. من بعد خديت الطون درتهم فوق منها، فوق داك الجنيبات، عمرتها بالطون كامله. من بعد ما درت الطون، خديت هنايا مطيشه فلفله والبصله اللي طيبتهم شويه ديال الزيت ومليحه والابزار، ودرتهم حتى هما على الجنيبات ديال فوق داك الطون. من بعد خديت الزيتون كحل، درت كل مثلث فيه جوج زيتونات اللي حيت لهم العظم بيان سور، ودرتهم كاملين على دوك على داك الدواره هكا فين درت لاصوص طوماط والطون والفلفل والبصله. هنايا غادي ناخذ الفرماج وغادي نديرو من الفوق حتى نكمل داك الدواره كامله، ندردر عليها الفرماج من الفوق. ومن بعد غادي ناخذ كل مثلث غادي نغطيه على داك العماره اللي انا دايره في الجناب كيف ما كتشوفوا. كناخذ مثلث وكنبرك عليه، فاش كنحطو كنبرك. من بعد غادي نولي نلصقو بالفرشيطه باش هكا مع الطياب ما يتقلعش، ما يبقاش مهزوز للفوق، يكون لاصق. فوالا، غادي نكمل على هاد الطريقه هكا حتى نكملهم كاملين. من بعد غادي ناخذ داك البيض اللي مع الحليب اللي بقى لي من داك لي شوسون اللي درتهم في الاول، غادي ندهن هذيك العجينه، دوك المثلثات ندهنهم بالبيض والحليب. ودابا غادي ناخذ الججلان الابيض والكحل، وغادي ندردرو عليهم من فوق داك العجينه، نزوقو هكا كيجي حاطي من يضر مزيون مني كطيب. وصافي، وغادي ندخلها للفران طيب.
ها انا وجدت الطبيله هنايا الشليده ديالي معلومه ضروري هذه خصها تكون فوق الطبله حيتاش كنتسحر بها دونك كنوجد اللي كيبقى كيتسالى في السحور كيتنشف يتنشف الشحور كيتنشف في السحور وهذه الشليده هذه ضروري ضروري خاصها تكون في الطبله ديال الفطور فكناكل منها شويه في الفطور والتباقي كنكملوا في السحور كنساليها. هنايا هذوك لي شوسون اللي عمرت معاكم بالفروماج فريمون كيجيو غزالين. شوفوا البنات كيفاش كيجيو فتيين شوفوا فتين 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 وزوينين والمذاق ديالهم غزال. درتهم في الفران تتحمروا. هنايا هذيك البيتزا اللي وجدت معكم على شكل كورون الدخلاني ديالها ديال هنايا اللي خاوي درت فيه اون سالاد هكا صغيره زوقتها باش ما نخليش طبسيل خاوي بحال هكا زوقتها بالطون ولي سالاد فيرت والخيار وماطيشو شويه ديال الزيتون. هنايا كانوا عندي شويه ديال العماره ديال البريوات طويتهم درتهم في الفران حتى هما. وهنايا الحريره خلاص هنايا الحمص خاصني نزيد نسيت ما زدتش عليه المعدنوس غادي نزيد عليه المعدنوس الحمص والجوجلان هذا ولا عندنا تقريبا كل نهار في 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 الطبله ديال الفطور. المهم مني بدا رمضان وحنايا كنصوبوه ونعاودو نصوبوه. هنايا خلاص درت بويضات اليوم ما درتش العصير درت غير البن هذا الرايب رايبي هذا ديال بيستاش وهذا يوغيك هذا البن هذا كيعجبني انا البن ضروري خاص يكون في الطبله ديال الفطور عندي انا راه ما يمكنش ما يكونش كيودن. وهانتوما كتسمعوا المغرب هي كتودن. يلا هالكبيدات هلاو ليا فراسكم ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونتمنى تدعموني في القناه تخليوا لايك وكومونتير وتبارطاجيو الفيديو على شلا. وانا كنقول لكم الكبيدات هلاو ليا فراسكم وموعدنا ان شاء الله باذن الله في فيديو واحد اخر. بسلامه.